شخص شرير وسكير ويدافع عن فساد الحكومة الأمريكية، وهماتين يدافع عن بعض الأشخاص والعشرات اللي يحبهم حتى أو تربط بهم علاقة بسيطة، فهو دائما منشوفه يدافع عنهم. ومعظم القرارات اللي يتخذها والخيارات اللي يسويها تؤدي إلى نتائج كارثية، نتائج بيها ضرر كلش كبير للأشخاص القريبين من عنده أو حتى الأشخاص البريئين اللي ما يعرفهم. هذا الشخص هو ليون سكوت كينيدي. شحنة كل الهلا شباب، طبعا اغلبكم راح يهاجمني وراح يقول انت ليش تهاجم ليون وليش تحكي عليه وتقول على انه شخص شرير. انا راح اطلب منكم طلب وهو ان تتابعون المقطع للاخير حتى نكشف الحقائق ونعرف حقيقه ليون. اولا ليون قبل لا يتوجه لمدينه الراكون ويستلم اول يوم عمل بشرطه المدينه كان منفصل من صديقته وكان يشرب كميات كبيره من الكحول الى ان فقد وعيه وراح عليه اول يوم بمركز شرطه المدينه. وإذا تتذكرون بأحداث ريزنت ايفل 2 انه الاعضاء الشرطه اللي كانوا متواجدين بالمركز كانوا محضرين له حفله بسيطه يرحمون بقدومه، لكن الاخ كان سكران وما يدري بالدنيا وين ما وين، وهذا الشيء اللي سبب بتاخيره عن اول يوم بدوامه. لكن نقدر نقول هذا الشيء سبب انقاذه من هول الامور اللي صارت بمدينه الراكون من احداث كارثيه وبلش بها دمار الاسلحه البيولوجيه. ثانيا باحداث مسلسل انفينيت داركنس كانوا اشخاص موجودين يشتغلون مع حكومه الولايات المتحده الامريكيه وكانوا ينفذون مهمات لصالح هذه الحكومه، وبعد مهمه او عمليه سريه اكتشفوا انه احد الاشخاص اللي موجودين واللي نافذين بالدوله يصنع اسلحه بيولوجيه ويجربها على بعض الدول النائيه اللي موجوده، وقرروا بعض من الناس او شخص واحد هو اللي قرر ان يفضح حكومه الولايات المتحده الامريكيه بعد ما كل اصدقائه اللي كانوا وياه ماتوا، اللي هو جيسون اللي موجود باحداث المسلسل، الى ان وصلت بمرحله من الياس ان يضحي بنفسه حتى يكشف مخططات الحكومه، يكشفها للعالم الخارجي، ومن ثم يحاولون ان يتحدون وان يوقفون ضد هذه المهزله اللي صارت، لكن ليون قرر ان يتدخل وان يقضي عليها حتى بعد ما عرف الحقيقه، حتى بعد ما عرف بانه ان هذول الاشخاص دي يشتغلون على اسلحه بيولوجيه ودي يأذون الناس، وهذا الشيء شفناه لما التقى وياهم باحدى الشقق اللي كانوا متواجدين بها بالصين. ليون قرر ان يقضي عليه وقرر ان يوقف هذا الشيء لانه يعتبر خطر يهدد حكومه الولايات المتحده الامريكيه وما يعتبر خطر على الناس العبرياء اللي موجودين، وهذا الشيء ليون كان لازم يسويه وكان يفضح حكومه الولايات المتحده الامريكيه وما يؤذي الناس الابرياء. ثالثا ريزيدنت ايفل 6 لما كان الشخصيه الدكتور رادميز اللي تتجول وتقتل الناس وتستخدم عليهم تجارب السي فيروس وتحولهم الى وحوش، طبعا كريس كان يلاحقها بسبب انه هي قتلت معظم الفرقه اللي خاصه اللي كانت وياه، وهنا لما سيطر عليها وحاول ان يقف القبض عليها ويحقق وياها ويعرف ليش تسوي هذا الشيء، تواجه ويا ليون وليون ظل يتقاتل ويا كريس وقال له كريس واجهه بالحقيقه، قال له هذه الشخصيه انت تعرفها؟ قال له انا اعرفها، قال له تشتغل ويا نيو امبريلا وهذول اشخاص دي يشتغلون بالاسلحه البيولوجيه والارهاب البيولوجي ودي يعذون الناس ودي يقتلوهم، ليون قال له اني اعرف بهذا الشيء لكن ما راح اسمح لك ان تعديها او تلقي القبض عليها. هنا ليون كان يدافع على دكتور رادميز بسبب اعتقاده بانه ايدا، فاذا كانت هي ايدا او رادميز فليون كان يعرف النتيجه بانه هي كانت تشتغل ويا نيو امبريلا وكانت تستخدم الناس او تجرب عليهم السي فيروس، الفيروس اللي موجود باحداث ريزنت ايفل 6 وكانت تستخدمه حتى تحول الناس الى وحوش بيولوجيه. هماتين بنهاية مسلسل ريزيدنت ايفل انفينيت داركنس لما اجت كلير وانكشفت معظم الامور وكلير عرفت بالحقيقة قالت لي انت عندك معلومات فلاشة معلومات فاتمنى منك ان تعطيني اياها حتى اسوي التقرير، التقرير هذا اللي راح ينقذ حياة كثير من الناس وراح نوجه الناس حتى يوقفون خطر الاسلحة البيولوجية اللي دي يصير ودي يأذي الناس بشكل اكثر واكبر، ومريد نعيد خطأ مدينة الراكون اللي صار وراح ضحيته ما يقارب ال100 ألف شخص. هنا ليون بطل وقال لها اني ما اقدر اعطيك المعلومات ما متواجده عندي، فليون كان يغطي على الاخطاء اللي سوتها حكومه الولايات المتحده الامريكيه، وكنا نعرف انه الحكومه ما سوت اي شيء ولا سوت اي حل ولا سوت اي تدابير حتى توقف خطر الاسلحه البيولوجيه او على الاقل تعاقب الناس اللي دي يشتغلون داخل الحكومه حتى ما يعيدون هذه الكارثه اللي صارت. وكل هذا راح نشوف انه ليون بسبب كل الاشياء اللي صارت وياه ما قدر يصير
سيطر على نفسه، وبسبب كل الأسرار اللي حملها ووصلت به المرحلة إلى أن يتنقل بين الحانات ويشرب أكبر كمية من الكحول. حتى من ضمن الأشياء اللي صارت وياه وخلال مسيرة حياته حربه الطويلة اللي دارت بينه وبين الإرهاب البيولوجي. اللي شاف طبعا فيلم ريزيدنت إيفل فنديتا راح يفهم كلامي وشنو أقصد، اللي هو شنو الحالة النفسية اللي مر عليها ليون واللي صارت وياه. فاحنا نجي ونقول ماذا لو ليون خلى جيسون يفضح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا لو ليون ما خلى تضحية جيسون تروح سدى؟ كان أغلب الناس عرفت شنو الإرهاب البيولوجي اللي تشتغل عليه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا لو ليون خلى كلير تسوي التقرير مالتها بعد ما كانت الأدلة موجودة بين أيديها، لكن ليون ضم الفلاشة اللي موجودة بيها كل المعلومات وقرر أن يترك الناس الأبرياء وتروح هيجي، يعني حياتهم اللي راحت تروح هيجي على الخالي بلاش، قرر أن ينضم لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ويدافع عنها وعن فسادها. ماذا لو ليون استخدم الصلاحية المطلقة اللي عنده، وهو عنده صلاحية من رئيس حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لهم الحق بأن يدخلون أي دولة ينفذون أي مهمة بدون أن يتحاسبون أو يتعاقبون؟ ماذا لو ليون تساعد ويا كريس وألقى القبض على دكتور رادامز اللي كان عباله متخيل أنه أن هذه هي آدا وأنه كريس يحاول أن يقتلها؟ ماذا لو تساعد ويا كريس بذاك الوقت وقف دكتور رادامز عند حدها ووقفوها وحققوا وياها؟ كان على الأقل ما دكتور رادامز بعد ما هربت أطلقت الصاروخ اللي محمل بالسي فيروس وتوجه إلى مدينة من الأبرياء، مدينة كاملة بالصين، وحول معظم الناس إلى زومبي. ماذا لو ليون خلى إيده بإيد كريس وحارب الإرهاب البيولوجي بشكل صحيح؟ كل هذه القرارات اللي أداها واللي اتخذها أدت إلى عدية الناس بشكل كلش كبير، مع الأسف قرارات سيئة، قرارات تعبانة خلت هذا الشيء يصير. وطبعا ليون ما خلى كريس يقبض على دكتور رادامز لأن يظن بأنه هي أيدا، وأيدا اللي كانت العلاقة اللي تربط بينه وبين ليون مو ديش العلاقة القوية ولا ذاك شلون تقولون الانسجام بيناتهم، لأن مجرد كان أكو في الشيء بسيط بيناتهم بأحداث ريزيدنت إيفل تورميك وكانت هي تضحك عليه وتستغله، وهماتين بأحداث ريزيدنت إيفل فورميك نفس الحالة كانت تضحك عليه وتستغله حتى تنفذ المهمة مالتها أو الشيء اللي جاي عليها. فلا تزعلون من عندي إذا قلت لكم هذا وانك تضحك على ليون، آدا وانغ تستغل ليون، آدا وانغ هي اللي مسيطر على ليون. صح هو متدرب وقوي وعسكري، لكن من يشوف آدا وانغ شون الشخص اللي تخرب إعداداته وما أعرف شون الشيء اللي يصير اللي بي. طبعا أنا حطيت الموضوع بيناتكم أنتوا حددوا، هل ليون بعد كل هذه الأحداث اللي سواها والأفعال والقرارات هل يعتبر شخص شرير برأيكم؟ ولا تنسوا تتابعون فيلم ريزيدنت إيفل فنديتا اللي هو كان يشوفنا الحالة التعبانة اللي وصل إلها ليون بسبب القرارات اللي اتخذها وبسبب حرب الطويلة ضد الأسلحة البيولوجية وبسبب النتائج اللي كان عليه أن يتحملها. الموضوع يمكم وأنتوا قرروا.